ما لقيتي شي كتحشم ولا؟ والله الا زادوني جمال انا غنزيدك ساعد. دانتي ناس هادوك جمال انا غنزيدك ساعد. قسم بالله حتى تزولو. باش غنزولهم؟ لا باش نزولهم لك. باش غنزولهم؟ المهم غير غادي تشوفوني بوحدي حتى غادي تعرفوا تعرفوا شنو كاين ياك. المهم كيف نتوما الخوت مزيانين، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. المهم عرفتوا فين انا شفشف؟ شو اليوم ماطع عليا واحد البلان ما عرفتش كيف غادي يخرج. دابا معامو المكياج شنو غادي نشري؟ المهم خليكم معايا وغادي تشوفوا شنو كاين. المهم هنايا الناس كيتشوفوا، المهم صراحه واخا كنتخربق شويه في الهضره، المهم هانتوما عارفين شنو كاين. اللي كنكون بوحديتي شنو غادي يقول؟ يلاه قولوا لي شنو غادي يكون. كاملين هبطوا ديك التعاليق وقولوا لي. يلاه خليكم معايا. المهم هي وفيما خرجت غنشوف شمن شكل اللي غادي يجي. تخيل تخيل اني عاملاهم ومحمد كيهضر. المهم ما عرفتش رد الفعل ديالو كيفاش غادي تكون، ما عرفتش كيفاش غادي تكون. المهم ها هما اشكال وانواع، غادي ندي وحده فيهم وغادي ندي للساق. شو هاد الحماميين هادو مزيونين. غادي نشبع اليوم الدوله ديما. انا رجعت معكم الخوت، ما تقولوش كنغيب عليكم، نتوما اللي كتبقاو عليا المقالب مقالب. المهم واحد الحاجه، انا ما كان زعما ما كنعممش، انا هذه غير واحد النقطه. محمد عارف عنده عقده منا، ما عندوش سبحان الله مع داك الشيء هذاك، عليها شي غادي نشبر فيه، فهمتوا عليها؟ يعني غير باش نضحكوا مع وعطيتنا ونفوج عليكم، ولا المهم نضحكوا مع وعطيتنا وصافي عليها شي. المهم نشوفوا ردات الفعل ديالو كيفاش غادي تكون. غنخرجها منه اليوم، غادي نعصبه ونلعب له على الاعصاب ديالو. يلا المهم انا غنخبع الكاميرا، ومهم ملي غادي يجي غادي نشعلها معكم. يلا خليكم معايا. الا ما وصلت واشين اكبر عدد لايكات تقولوا لي شي عد المقاليب فاطمه الزهراء. شنو بغيت لك كنعمل؟ واش كتضحك؟ شنو داكشي في يدك؟ تحضيرات ديال واش؟ تحضيرات ديال العرس. كيفاش تحضيرات ديال العرس؟ كيف جاوني؟ كيفاش جاوني؟ انت تقاضى لك الشغل ولا كيفاش؟ علاش؟ ها؟ علاش؟ كيفاش علاش؟ كيف جاوني؟ ها؟ جاوني. واش مشى لك العقال ولا كيفاش؟ علاش اللي كيعملوا هادشي مشى لهم العقال؟ ودابا انت هنا بعقلك كتعمل هادشي هذا؟ كندرب عليهم باش من هنا تما نهار العرس يكونوا. كيفاش كدرب عليهم؟ مع الترينر المنتخب انت هنا ولا انا؟ من كدرب؟ مع المنكر. باش زعما انا كنولف بهم دابا هما اذا كبارين شي شويه زعما ما غنولفش بهم، فهمت؟ الله يمسخك. محمد حشوم عليك تقول لي الله يمسخك. سول من الزبل من يدك، سول الزبل من يدك. عندك واش حمقى ولا؟ علاش كتقول لي الله يمسخني؟ وشني هذا؟ شني دابا هذا المنكر هذا في يدك؟ دابا دابا لك منكر. وشني لا يزيد كثر، شنو هذا الخنز هذا في يدك انت هنا؟ اش عندك؟ واش بس كتخرج لك مشواري ولا؟ العرس ماجي. واش قالوا ما قلتي لنا العرس ماجي دابا تعمل هذا الخنز هذا في يدك؟ كيفاش العرس ماجي؟ لا ماجي، الله يجيبو على خير، وانت هنا مالك؟ والناس كاملين كيعملوا هذا في العراسات. كيفاش هيدا كيعملوا الناس؟ اه في العرس الناس كاملين كيوجدوا كيعدوا هادشي هذا مع الحنينه، غادي يجي مني كيحمق والله الا مزيان. انا محمد اخترت هاد اللون حمامي على حساب التكشيطه. واش كتهضر معايا بالصح ولا كيفاش انت هنا؟ محمد بسم الله وقلعهم وما عرفتش كيفاش نوما. مقلعهم باللقط نزولهم من يماك من يدك. واش هادي النيه ديالك ولا؟ واش كتهضر معايا بالصح ولا هادشي اللي طاح لك في عقلك؟ واش انا كنتفلى بنت لك محمد؟ انا اللي كنتفلى واقيلا ما دخلتي الدار ديالي، دخلت عند شي دار اخرى واقيلا. واش جيت للدار ديالي ديريكت انا ولا دخلت لشي موطا اخر؟ ما نعرف، رجعت شوف النمرة. واه ما نعرف. علاش دابا بنت لك عاملة لنا شي منكر؟ هذا زايد على المنكر هذا صاحبي، كيفاش عاملة المنكر؟ عادي والله إلا عادي، تطني ورد العرس. دابا غير بغيت نجربها. سمي يدك الله يرحم لك الوالدين وخليني نبقى معاك مزيان. شو والله الا كيزين. خليني نبقى معاك مزيان. كيزينوا اليدين انتوما ما شاء الله. شو على يديدات. انا كنقول لك انا ما مجوزش بشريك بشريكه ولا شاكيره ولا اش كتقولوا لا. زول شو نقصك يبقاو لي بالزعفران وخنزين ياك؟ زول يدك الله يرحم لك الوالدين. دابا علاش انا لا ما تعصبني عاود هذا النهار هذا، الله يرحم لك الوالدين الا ما زول من يدك. دابا علاش عاد تعصب اصلا؟ علاش عاد تعصب؟ علاش عاد تعصب؟ ما
عملت شي حاجه اللي غتعصبك؟ ولا لا يزيدك ترى صاحبي، واش انا فين متزوج انا؟ واش المراه ولا القرداي انا؟ فمن انا متزوج؟ بلاتي نكمل لهم بيكتورا وغادي تشوفهم كيفاش غادي يجي. انا اللي غنوري لك كيفاش غادي يجي، انا غنجيك بشي صفه ماشي هي هذه، اقسم بالله الا غنجيك بشي صفه ماشي هي هذه. محمد علاش كتعصب؟ بدل ساعه اخرى. علاش كتعصب محمد؟ بدل ساعه اخرى الله يرحم لك الوالدين، وما تحملش هذا الزبل في يدك اصاحبي. واش نتينا المراه ولا شنيتينا؟ شني دابا نتينا؟ قولي واش نتينا المراه ولا شنيتينا؟ ما عرفتش علاش ما عجبوكش زعما. ما كيعجبنيش هذا الشيء انا. علاش؟ ما كيعجبنيش. وانا يدي طلعوا لي في راسي هايدا. قطع الدم دماغهم، إلا طلعوا لك في راسي قطعهم. حق هايدا مزيان. ما بقيتوش كتحمدوا الله ولا صاحبي؟ مالكم؟ بقيتوش كتحمدوا الله؟ الحمد لله. إيوا صافي كلشي خصو يبدل، كلشي خصو يتغير. شمالكم اصاحبي؟ مالك سينا كتعصب عليا؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قلت لك ما عرف شنو عامله له. كيفاش شنو عامله صاحبي؟ واش هذا منكر هذا صاحبي؟ واه باس قلت لك ما عايشي معانا. ما عايشي معاكم انا. مع من عايش؟ انتوما اللي عايشين معانا. انتوما اللي مضيقين علينا واقيلا هنايا في حالك. بحال اللي كيعمل. غاتوضى بيهم غاتاكل بيهم. عملتهم على وضو، ان شاء الله صار لي الله يتقبل. كيفاش عملتهم على وضو؟ عملتهم على وضو، قال لك جائز تبين طري يدك على وضو. شكون هاد اليهودي اللي قال لك جائز؟ شكون؟ والله إلا شكون هو هاد اليهودي اللي بدا كيحلل ويحرم فينا عاود هنايا؟ دابا هادو جائز سينا تصلي بيهم. سينا صلي لك في الإذاعة هايدا، مالك يا محمد؟ كيفاش مالك؟ شكون هذا اللي قال لك سينا جائز تصلي بيهم؟ والله إلا لا سمعتم قسما بالله. شكون هذا مسخوط الوالدي اللي قال لك جائز؟ والله إلا بالعكس شيوخ كيقول لك جائز على وضو. جايز نتينا تصلي بيهم هيدا، جايز توضى بيهم تينا. قال لك تعملهم وتكون على وضو. ايوا غتبقى على وضو تينا طول حياتك، غتبقى على وضو. وهدر معايا سقسيتك. تا انا نتوضى ونخرج ونبقى عاود على وضو نهار كامل، انا ما نبطلش الوضو انا. يعني. ياه توضيت واقيلا بقيت على وضو. وانا داكشي اللي قالوا. شوف ما تبقاش تثق في الخرايف الله يرحم لك الوالد، هادو كيزعموك من المنكر هادو اصاحبي. نقطع منهم شي طريف زعما دابا نتينا غير فهمني، واش ما عجبكش المنظر ديالهم ياك؟ الجن بسم الله الرحمن الرحيم وما عندوش قد هيدا. ونقص منهم، قطع لي منهم جديدو دابا، انا ما كنتحكمش فيهم. اللي قلت لك خصني من هنا لنهار العرس ان شاء الله نكون مبريباريا. انا اللي غنبريباري واقيلا، انا النهار العرس انا اللي غنبريباري. شحال تريباري؟ شوف شوف يدك، شوف كيفاش كيعملو. ها يدك تشوف، ها صافي بعد الحبابة. شوف هضرت معاك واحد الهضرة وصافي بلا ما تبقى حايد، ما تحاديش فيا صاحبي الله يرحم لك. علاش ما نحاديش فيك؟ حايد اصاحبي المنكر مشي بحالك. مشي هاك جدا مني انا، مشي يا صاحبي، مشي بعد الله يرحم دارك. شنو ما عليك ما كيعجبكش نكون مزيونه انا؟ هذا ماشي الزين، هذا تخربيق اصاحبي. واش انت كتعاند لي مع هذوك اللي كيمشيو لتركيا ولا؟ والله إذا أنا دابا تخيل أنا كنمشي تعدلتو بخيلاتينا، ديك اللي كيبقاو في اليدين ما كيزولوش. والله إلا ديك النهار سقسي في تيطوان كيعدلوهم رخاصين. ديك الساعات أنا غنمشي نسقسي كيفاش كيزولوهم، ونزولك من الطريق. شوف مالك يا محمد. إيوا أنا حيد مني صاحبي، حيد مني الله يرحم لك الوالدين، بعد مني يا صاحبي. شوف مالك وأنت قرنتي. بعد مني يا صاحبي، ولا مشي زول من يدك يا صاحبي ولا؟ صافي مشي زول من يدك. ما كيزولوش دابا. عندهم اسبوع. اقسم بالله حتى تزولوا. باش غنزولهم؟ لا باش نزولهم لك. باش باش غنزولهم؟ انا نعرف باش غنزولهم لك. باش غنزولهم؟ باش غنزولهم؟ انا نوري لك باش كيزولوهم. زين تبارك الله. مجوجين بالمراه ولا مجوجين بالقرده؟ بلا ما تخصمها ولا تقول لي القرده. شو زول من يدك الله يرحم لك. شوف لا ما تبقى تعذب راسك تما تبقى كتزوق، انا ما غنجيبها شي معاك. محمد علاش كتعصب؟ من يدك اصاحبي ولا انا نشعط معايا عاود نشعط حماقني ولا صافي نتزول اصاحبي الزمار من يدك ولا شحال معقد؟ اه مفتول انا ماشي معقد. شي زول اصاحبي الخنز من يدك دابا ما عقدتش من هنا سيمانه عاد غيزولو. واش ما بقيتيش كتحشم ولا؟ والله الا زادوني جمال انا غنزيدك ساعي. دانتينا زادوك جمال انا غنزيدك ساعي. جمع لي هاد الخبز من هنايا ومشي بدل ساعة أخرى، هذا المنكر هذا. هذا تحت الباكيت مزيان.
عرفتكش علاش مع الصبيه لاطي ما يقدر يفرح معاكم حتى شي واحد يشارك معاكم الفرحه؟ هذه ماشي الفرحه هذه، علاش المنكر هذا؟ اش المنكر هذا؟ التبرج ولا شنو كيقولوا له هذا صاحبي؟ اش غتاديني هذا النهار ولا صح؟ وانا تضرب شي دوره وانت اللي عاد ضربه، وانا كنت جالسه دي وسطا كنعدل الشغل ديالي، انا اللي كنت جالسه. الله يرحم لك الوالدين صاحبي، مشي حفظ شي صوره ولا تشوف صاحبي الناس كيفاش كيتعلموا يتيمو ولا يتوضا ولا كيفاش يعني شي حاجه اخرى ما تحشيهاش في راسك. مالك اخي شكيت عليك ما حافظش شي صور؟ واللي حافظ صوره ما كيعمل هادشي هذا. ايوا انا سمعت الشيوخ قال لك جائز تقليد على رقبته. والتقليد على رقبتك انت اللي غتاكل يمك جهنم من البنان عتبدا لك ديك الدفرين. قول لي الشيوخ انا ما عملتش شي حاجه خايبه. قول لي الشيوخ، الشيوخ كاع ما كيهضروش حتى في هادشي هذا. اقسم بالله كيهضروا. حرام. كيهضروا كيقولوا حرام. هادوك غير الشيوخ ديالكم. نتوما عندكم ديالكم بوحدهم اللي كيمشيو لتركيا. ياك. هذيك الجوج اللي مشاو لتركيا، هادوك اللي كتبعوا نتوما هادوك ما الشيوخ ديالكم نتوما. شكون هما؟ شكون؟ وما نعرف. هادوك اللي كيمشيو لتركيا هما اللي كيحللوا لكم نتوما هادشي هذا واقيلا. اجي نقول لك انا مالي يدي عامر ولا خاوي باش تجي لي مزيونه. قول كنهضر معاك محمد انا والله ما خصني نتعصب. ودابا انت غتعصبني وغتمرطني. انا غتمرطني واقيلا هاد النهار هذا. لا ما نقدرش نهضر معاك. فين انت صاحبي الله يرحم لك الوالدين ما خصنيش هاد النهار هذا. اجي فين ماشي؟ اجي نقول لك اجي نقول لك اجي الحمد لله شي زولو شي زولو اجي نهضر معاك الحمد لله بابك اجي 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 نسول لي غير هادي اي مين 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 اش نيتو؟ اش يرحم والديك حيتاش عندي التفاد ديالي من تما اي من حبيبه والله انت تزولو شي يعمل لهم اجي نقول لك اجي نقول لك صافي حيد مني يا صاحبي تبقى تقول لي شاطر والله الا مزيان نشبرك انا اذا عصبتيني والله تنطر لك هنايا نقلع لك الجلده شوفي بحالك شوفي سبيسيال خصني نعمل لك حاجه نقول لك اجي صافي بعد مني ولا مقلم كيفاش هذا المقلم مقلم والله تخرب اجي فين ماجي حيد مني يا صاحبي اجي صافي اجي شي واجي والله الا مقلب اجي مقلب كحلته